أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الإطلالة المسائية المتجددة والتي نناقش فيها هذه الليلة. بعد 6 سنوات من تنحي مبارك، لماذا قبل الثوار بتكليفه المجلس العسكري بتولي السلطة؟ قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. ولأول مرة منذ 30 عاماً جهاز الإحصاء يعلن وصول معدل التضخم الاقتصادي إلى 30% بسبب غلاء أسعار السلع والخدمات. يا ريت الناس المسؤولين يخلي بالهم شوية من الأسعار ولأن الناس بتكح تراب والناس ابتدت تجد وكل أقدر أقوله حسب الله ونعم الوكيل في كل مسؤول في البلد. ومن ثورة مصر لثورة اليمن، لقاءات مباشرة عن الثورة في عيون الشباب اليمني بعد 6 سنوات من اندلاعها. نحن أبناء 2011 11 من فبراير، نعم كنا سلميا وكنا تحت طلايع الجيش الوطني، الآن نحن مسلحون نحمل أسلحتنا وقلوبنا على أيدينا. ونختتم النافذة مع آخر المستجدات الميدانية والإنسانية في سوريا. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة التفاعلية والتي نتلقى من خلالها تعليقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، فضلا عن المشاركة عبر أرقام الهواتف التي تظهر أسفل الشاشة. نوجه عنايتكم أيضا إلى أنه بإمكانكم أن تطرحوا الموضوعات والقضايا التي تودون أن نناقشها ونتناولها في النافذة المسائية لتكون من اختياركم أنتم. إذن كنا قد سألناكم عن ما آلت إليه الأمور في مصر بعد 6 سنوات من تنحي مبارك وتسليمه السلطة للمجلس العسكري، كما سألناكم أيضا عن توقعاتكم للوضع الاقتصادي في مصر بعد وصول معدلات التضخم إلى 30% لأول مرة منذ 30 عاما. إذن ننتظر التعليقات والتدوينات ونسعد بعرضها خلال هذه النافذة، فشاركونا. تحول ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية القاهرة إلى قبلة للمتظاهرين من مختلف محافظات مصر، حيث ظل المتظاهرون طيلة 18 يوما داخل هذا الميدان وخارجه يهتفون عيش حرية عدالة اجتماعية والشعب يريد إسقاط النظام، إلى أن تنحى مبارك في 11 من فبراير عام 2011. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. وفي غمرة فرحة تنحي مبارك، قرر المتظاهرون ترك ميدان التحرير والعودة لمنازلهم، ليدركوا فيما بعد أن هذه العودة كانت أحد أكبر أخطائهم حسب رؤية كثير من المراقبين للساحة المصرية. كانت هذه مشاهد الفرحة منذ 6 سنوات بعد الإعلان عن تنحي حسني مبارك عن حكم مصر. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو، محمد عباس عضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، أهلا بك معنا محمد، وكذلك عباس قباري عضو بجماعة الإخوان المسلمين، أرحب بك معنا أستاذ عباس، وإن شاء الله سينضم إلينا بعض الضيوف في وقت لاحق. أبدأ مع محمد عباس. محمد، بعد 6 سنوات من تنحي حسني مبارك عن الحكم،
هل أدرك الثوار وأنت كنت واحد منهم خطأ حسابتهم بعدما تركوا الميدان ليلة التنحي أو ثاني يوم للتنحي؟ طب يعني خلينا أقول إن اللحظة لحظة التنحي مباركة أعظم لحظة في تاريخ مصر الحديث الشعبي. يعني كانت لحظة حتى وإن سقط الانقلاب وعودنا مرة أخرى ستكون هذه هي اللحظة الأهم في لحظة ثورتنا. أول مرة الشعب ينتصر بهذا الشكل. لازم نفتكر ده كويس. لازم نفتكر إن إحنا ما نضحكش علينا. إحنا بالفعل انتصر. بالفعل أجبرنا النظام إن هو يتخلى عن أكبر رموزه اللي قعد 30 سنة جاسم في صدورنا. لا إحنا انتصرنا. دي رسالة مهمة لازم توصل للناس. لأن في محاولات كتيرة يتقال إحنا اتضحك علينا وإحنا اتعامل بينا والخلاف. بالتأكيد المعسكر المضاد كان ليه خططه لترتيباته. لكن إحنا برضو كنا في موقف قوة ما كناش في موقف ضعف. إحنا كنا انتصرنا بشكل حقيقي. الواحد مفرحش في حياته أبداً زي لحظة الفرحة في ساعة إسقاط مبارك. دي نقطة رئيسية لازم كنت أتكلم فيها. النقطة الثانية خطأ بالتأكيد حسباتي. بالتأكيد أنت لما بترجع دلوقتي في وقت المراجعات بتقول كان المفترض أعمل كذا. من كان المفترض الواحد يعمله إن هو يوجه الناس إن هي ما تتحركش من الميدان في اللحظة دي. لكن في نفس الوقت الجماهير والناس كانت بشكل حقيقي بتدفع في ناحية إن كفاية خلاص إحنا عملنا الرسالة. وكانت الرسالة السياسية اللي إحنا رفعناها في الميدان وده كان خطأ من الأخطاء برضو اللي هي إسقاط مبارك فقط. ودي يعني كانت هي اللي سيطرت على الميدان وألحقنا بيها عمر سليمان والخلافه بحيث إن ما يتمش تفويض لعمر سليمان. لكن ما كملناش عليها. لكن في اللحظه ديت انا في اعتقادي ان احنا ما كناش هنقدر نعمل اكتر من اللي اتعمل برضو. يعني في اللحظه دي يعني خلينا واحنا بنراجع الجماهير كلها كانت رافضه. لكن بعديها بشهرين الجماهير كانت بتقول معانا. في شهر 4 كانت بتقول اسكت اسكت حكم العسكر. في شهر 4 يعني في خلال شهرين كان المزاج العام اتغير بشكل حقيقي. قدرنا نتكلم بيه بشكل مختلف. فاحنا بنحاول نحاكم اللحظات التاريخيه برؤيتها للواقع بعيدا عن جلوسنا خارجها. طيب بس خليني ابدا معك بدايه يعني ساخنه اذا صح التعبير. من ضمن ما قيل عن الاخوان المسلمين في هذه الفتره انهم وافقوا على فكره تسلم المجلس العسكري للحكم وعقدوا معه صفقه ما لتسير الأمور إلى الأمام حتى لو كانت النية يعني النية لصالح البلد. لكن كان خطأ استراتيجي من قبل جماعة الإخوان المسلمين وبالطبع من قبل بقية الثورة المصرية. الآن وأنت عضو في جماعة الإخوان المسلمين تتفق مع ذلك؟ الإخوان أخطأوا عندما وثقوا في المجلس العسكري؟ ولو تسمح لي نقدم شوية للخطوة دي قبلها. تمام فضل. نحط سطر في التاريخ. هو ثورتنا الثورة المصرية كانت بتغش من ثورة تانية. مرجعيتها ثورة تانية. ليس مرجعيتها التنظير ولا الرمزية ولا ثورة تونس قريبة. لكن كانت تلو ثورة تونس. وكانت بتاخد منها الأدوار تلو الأخرى حتى الهتافات. زورة ثورة تونس كانت بن علي هرب. فطبيعي أن المصريين يرتبطوا باللحظة دي. حسني مبارك هرب أو حسني مبارك مشي أو حسني مبارك تنحى. القبول بأي لفظ وراء كلمة حسني مبارك. فده كان الارتباط الشعبي والارتباط النخباوي برضو للأسف بأن المطلب الختامي لثورة يناير أو لهذه الثورة في 18 يوم الأبرز عشان نكون أكثر دخل. المطلب الأبرز كان في بدايته الختامي. بس أنت حتى لو بتقرأ من كتاب ثورة تونس بن علي لم ينقل السلطة إلى الجيش التونسي. ده فقط هرب. ده اللي أنت واجهته يوم 11. لكن قبلها كانت ذروة الثورة عندك أن حسني مبارك يمشي. دليل على ده إيه؟ أن أنت في خطوات كتير تمت على الأرض بردت من اللحظة دي حتى وأرضت الثوار أو أرض غرور الثوار. حسني مبارك كان بيتحرك. المجلس العسكري كان بيتحرك. اللي ظاهر من السلطة هو حسني مبارك. فكان الثوار بينادوا بسقوطه. لذلك ربط إنجازات الثورة بسقوط مبارك الربط المباشر ده كان واجب ان احنا ننور عليه. كويس. الاخوان دي النقطه اللي اتكلم فيها محمد.
نقطة الإخوان، الثورة كانت متفاعلة، ما كانتش متحضرة هنعمل إيه وإيه وهنعمل إيه وإيه وعندنا أهداف إيه وعندنا مبادئ إيه، فكانت الثورة مفتعلة وكانت تتحرك بهذه التفاعلية بين كل أطياف الثورة، الإخوان وغيرهم. اللقاء اللي تم بين عمر سليمان والإخوان هو تم بين مفردات الثورة الباقية، وتم تاني يوم يعني. وتم تاني يوم مع واحد زي ايمن نور، ما راحش عمر سليمان، مجموعه زينا زي الشباب الطلب معانا نقعد مع بعضكم بعض مع عمر سليمان مع الناس مع عمر سليمان. بس خلينا نقول لكم قصه ثانيه، احنا هنعرضها عشان بس ما خلينا نتكلمش النقطه. فاحنا لو بنقيم النهارده اخطاء واخطاء استراتيجيه، هنقول ان الجلوس، فكره الجلوس اصلا مع عمر سليمان كانت لازم تتحضر عن كده شويه، على الاقل يبقى في رموز للثوره بتتحدث، على الاقل يبقى في اهداف رايحين باهداف، لكن كانت احنا مشينا مع تفاعلات الثوره. نعم. كما صارت. بما ان عباس جاب سيره الدكتور ايمن نور، فخلينا نجيب ايمن. الدكتور ايمن نور معانا، ينضم الينا عبر الاقمار الاصطناعيه من اسطنبول. الدكتور ايمن نور زعيم حزب غد الثوره، ارحب بك معنا دكتور ايمن. اهلا بك استاذ احمد وبضيوفك الاعزاء. نعم دكتور ايمن، البعض يتحدث ان الخطا الاستراتيجي للثوره المصريه هي عندما قبل رموز هذه الثوره وتياراتها المختلفه بان يكلف او يعطي حسني مبارك يوم تنحيه السلطه للمجلس العسكري وتنفض وينفض ميدان التحرير على هذه النقطه. بعد 6 سنوات تتفق مع هذا الطرح ام لا؟ يعني الحقيقة أنا بعتقد أن احنا يجب أن نفصل بين فض ميدان التحرير وبين القبول بتكليف مبارك لجزء من مبارك كي يدير المشهد بعد أن تنحى مبارك. أنا بعتقد أن الخطأ الذي يرقى إلى مستوى الخطيئة أن نقبل أن رجل يتنحى ثم الجملة التالية ويكلف، لأن هو الحقيقة يعني كان تخلص من الصفة التي تسمح له بالتكليف، خاصة أن هذا التكليف الحقيقة كان بعيد تماما عن كل تصوراتنا وعن كل ما يمكن أن نقول أننا أجمعنا عليه. وخليني أقول لك على واقعة ربما أنا بذكرها لأول مرة، ذكرني بها كلام أخي العزيز محمد عباس. إحنا كان في يوم 10 ويوم 11، كان في اجتماعين تم يعني انعقدهم في مقر حزب الغد في هذا الوقت، وهو كان مكان قريب من ميدان التحرير، وحضر تقريبا أهم القيادات السياسية اللي كانت مشاركة في الثورة. في اليوم الأول كانت بتتحضر فكرة أو بيتم تخمير فكرة عجيبة جدا، وهي فكرة أن نقبل بعمر سليمان خليفة لحسني مبارك لمرحلة انتقالية وبضمانات، وكان في بعض الرموز السياسية المعروفة اللي مش عايز أقول أساميها تبنت هذه الفكرة. هذه الفكرة وجهت برفض قاطع من 90% من اللي كانوا حاضرين. في اليوم الثاني تم تحضير بقى فكرة عجيبة جدا وتبناها الدكتور أسامة الغزالي حرب في خطاب طويل الحقيقة انبرى فيه في شرح أهمية أن يكون الجيش هو الذي يحل محل مبارك، وده كان قبل ساعة الاجتماع، ده كان الساعة 1 يوم 11/2، يعني قبل القرار التنحي او اعلانه ب6-7 ساعات. نعم. والحقيقة كان انا شخصيا كان رد فعلي رافض تماما لهذه الفكرة، وذكرتهم بما حدث في ازمة 54 وغيره، لكن كان في يبدو تحضير مسبق لدى بعض التيارات الكبيرة اللي كانت يعني مهيئة لقبول هذه الفكرة. فبعض الأصوات النشاز تقصد الإخوان يا دكتور تقصد الإخوان منهم ولا استماع إلى تحفظهم؟ تقصد الإخوان ببعض التيارات؟ الإخوان كانوا منهم الحقيقة. الإخوان وغير الإخوان يعني كان في تقريبا شبه إجماع على فكرة القبول بأن يأتي المجلس العسكري، ولم يستمع أحد لتحذيراتنا في هذا اليوم. ولهذا عندما صدر التكليف أو التنحي ثم التكليف كان في ناس متقبلة الفكرة باعتبارها أنها الأمر الوحيد المتاح. أنا شخصيا كان عندي تحفظ على هذا الموقف وكنت متخوف، وفضل هذا التخوف قائم لغاية حتى بعد تسليم السلطة إلى أول رئيس مدني منتخب، هو الدكتور محمد مرسي،
ظل هذا الهاجس لدي بحكم خبرة أزمة مارس 54، لكن في النهاية كان في مسار تم تحضير الناس إليه في الاجتماعات اللي أشار إليها محمد عباس، ومن ضمنها اللقاءات اللي تمت مع عمر سليمان. كل ده كان تحضير لقبول فكرة بديل من خارج الثورة. احنا كنا رومانسيين جدا، كنا الحقيقة يعني حسن النية الى درجة مدهشة وصادمة. فكرة بقى مغادرة الميدان هل كان خطأ ولا لا، مغادرة الميدان يعني لم تكن هي الخطأ الكبير، هي خطأ تكتيكي. كان ممكن نرجع تاني يوم يعني نغادر الميدان النهاردة ونقول لا والله مش عاجبنا الكلام ده، طيب نرجع بكرة، كان نقدر نرجع. لكن الحقيقة الخطيئة الأكبر ان احنا سلمنا المرحلة الانتقالية لمن كلفه مبارك، والتوريث في تقديري ليس هو التوريث بالدم، التوريث بالدم، التوريث بالتوظيف، التوريث بالتكليف. احنا جبنا وريث مبارك كي يحكم هذه المرحلة. ابقى معي دكتور أيمن، سعود إليك، لكن ينضم إلينا ضيف جديد من القاهرة عبر الهاتف، السيد محمود إبراهيم، نائب مدير مركز الاتحادية للدراسات. أرحب بك معنا سيد محمود. أهلا أستاذ أحمد، وأهلا بضيوفك أستاذ محمد والدكتور أيمن. نعم، ومعنا أيضا السيد عباس القباري. ابتداء أستاذ محمود، الدكتور أيمن نور يقول أن الخطيئة الكبرى لثوار يناير أنهم ارتضوا أن يكلف حسني مبارك المجلس العسكري بقيادة البلاد أو بإدارتها، هل تتفق معه أستاذ محمود أم لا؟ لا طبعا أنا لا أتفق، يعني وربما الخطيئة الكبرى أنه مبارك تخلى عن السلطة أصلا. يعني مبارك كان ممكن أن يستمر، وكان يقدر أنه يوظف أدوات سياسية مختلفة أخرى لاستكمال فترة حكمه. وربما نقول بقى انه ما كانش من الاول كان اقال حبيب العدلي في 25 يناير وكان مش عارف عمل ايه، يعني المراجعات يعني اللي حصل حصل. لكن هو الحقيقه خلينا نسال السؤال المنطقي بعيدا عن شخص مبارك وعن رحيل مبارك وعن هذا الكلام، يعني انه هل وضع المواطن المصري النهارده افضل ولا من 6 سنين كان افضل؟ اعتقد انه كان من 6 سنين افضل. طب من يتحمل هذا يا محمود؟ محمود من يتحمل أن وضع المواطن المصري، والأرقام بالمناسبة بتتفق مع الذي تقول، المواطن المصري البسيط في أسوأ حالاته الآن، من يتحمل هذه الحالة يا محمود؟ أنا في تقديري اللي هو بقى اللي حضرتك بتقوله ده، أنتوا مشيتوا مبارك بس صحيتوا تاني يوم الصبح بهنتوا الرصيف، فانتوا ما عندكوش خطه. انا ما عنديش مشكله بالمناسبه، يعني مبارك ما هوش اله، يعني اتفضل مشي خلاص مع السلامه، اللي حصل حصل. لكن حضرتك اللي ما كانش عندك خطه اللي بعد رحيل مبارك، حضرتك المسؤول عن ما بعد رحيل مبارك مش انا. مبارك انتهت علاقته بالسلطه، انا راجل كنت معايد لنظام مبارك وهذا ما له معروف، فمبارك انتهت علاقته بالسلطه يوم 11 بناء على طلب حضرتك. حضرتك ما عندكش خطه، دي مش مشكلتي ولا مشكله المواطن البسيط. المواطن البسيط كان يامل انه هو حضرتك في هتاف اتقال، انا ادعو يعني الناس تتامل فيه، اتقال في نوفمبر لما كانت الناس في محمد محمود، كان احنا في العباسيه والناس هتفت هتاف بسيط جدا، قالت ايه؟ قالوا حريه وراحت بال ولا شفناش غير وقف الحال. حضرتك وعدتنا بحاجات كتير والناس ما حصلتش. طيب بس محمود انت ما ردتش على سؤالي، انت قلت ان المواطن يعيش أسوأ حالاته الان، من يتحمل الحالة السيئة التي يعيش فيها المواطن المصري؟ اللي تاني يوم ده من الرصيف وما كانش عنده خطة والنهاردة قاعد في الاستوديو بيقول ايوه ما كويس، ما هو اللي تاني يوم ده من الرصيف لو بتقصد الشباب اللي قاعدين معاهم، هم اللي قاعدين في الاستوديو في الدوحة الآن، ما بيحكموش يا محمود، ما هو لو حكموا كنا نقول ماشي، لكن اللي بيحكم النهاردة عبد الفتاح السيسي. لا ما انا مش بتكلم على النهارده، النهارده دي نتيجه ترتبات تمت 6 سنين، احنا بنتكلم صباح يوم 12 فبراير. من المسؤول عن يوم 12 فبراير؟ مش انا. طيب خلاص محمد عباس بالمناسبه انت يمكن مش شايفنا بيشاورني وبيقول لي طيب انا عايز اتكلم وعندي رد على محمود، فخلينا ندي لمحمد عباس الفرصه، اتفضل يا محمد. هي طبعا مسؤوليه مبارك، يعني هو الشخص الفاسد الحرامي بحكم المحكمه حرامي، احنا مش بنتكلم على كلامنا احنا، المحكمه قالت ان هو حرامي
ايوه قصور يعني رئاسه يعني انا بس يعني صبرا بس انا هكمل يعني هكلمك هكمل بس هي دي السرقه يعني لا مش عفوا انا ما بقولش منها يعني. لا هو بص هو ده المعلن هو ده اللي ما تمش الطرمخه عليه هو ده الرساله اللي بتقول لمبارك اخرج بره السياسه يعني ده المشهد اللي هم قالوا له ايه احنا هنديك دي عشان تبقى مخله بالشرف عشان انت واولادك يبقوا تبقوا بره السياسه هي مش دي المشكله كويس بس هو بيسالك انت خلينا نرجع مبارك هو بيسالك سؤال منطقي بيقول لك انت طالبت بمشيان مبارك مشي مبارك خلينا نرجع للنقطه دي ما هي خلينا نرجع للنقطه دي دي تركه مبارك اختيارات مبارك نظامه فساده هو اللي وصل الحاله السياسيه للبوار التام اللي كانت فيه الدول ان ما كانش في حد جوه مؤسسات دوله نظيف اصلا عشان نشتغل معاه يعني كل اللي معاهم مقادير الدوله فسد زيه ما هي دي النقطه في الاخر انت بتيجي من بره السيستم تماما من بره المنظومه تماما عايز تغير المشهد من جوه مستحيل يديك مساحه دي نقطه النقطه الثانيه ودي نقطه مهمه طبعا انا اتحمل بشكل رئيسي ان انا ما كانش عندي خريطه لما بعد 11 فبراير بعد مبارك ما مشي نتحمل كشباب النقطه دي ويتحمل معانا الجميع لهذه النقطة لكن هل ده يسمح بانقلاب عسكري من اللي عينهم مبارك قبل كده هي دي النقطة المسألة بكل بساطة ان في عسكر مسكين البلد بقالهم اكتر من 60 سنة بيتحكموا في مقدراتها لما البلد بدأت تمشي اللي هو بيتكلم على الاقتصاد وبنتكلم على حال المواطن دلوقتي ولا خلافه حال المواطن كان كويس جدا بعد صبرا بس بعد اذنك اكمل النقطه طيب دي عشان ندي فرصه بس في 2011 في 2011 اعلى نسبه دخول للسياح كانت في 2011 اعلى نسبه تحويلات من الخارج كانت في 2011 الاستثمارات كانت بتتدفق لمصر في 2011 كل الكلام ده كان بيحصل في 2011 اسمح لي الارقام دي عايزه وقت فيما يخص السياحه والاستثمار انا معاك فيما يخص تحويلات المصريين وخصوصا في 2013 2012 لكن خليني بس نقطه لا أنا, لأني انا عندي رد قبل اي نقطه طيب محمود ابراهيم بيثبت نقطه غريبه الشكل يا الثوره من يوم 12 ما حكمتش بالفعل ما دهنتش رصفان وحكمت زي ما حضرتك ردت عليه لكن في شيء مهم تاني حصل ان احمد شفيق اللي عينه مبارك في وزاره هو اللي كمل وزارته احمد شفيق موقعه الجمل محمود وجدي موقعه الجمل الوزاره الكامله اللي اعتمد عليها المجلس العسكري اللي كملت هي وزاره مبارك فبالتالي ما تجيش النهارده تقول لي مبارك خرج من المشهد يوم 11 مبارك ما خرجش من المشهد يوم 11 شخص مبارك ممكن يكون خرج من المشهد يوم 11 لكن المجلس العسكري رعى هذه الفتره سواء اتفقنا على 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 خطائها او صحتها حكومة مبارك هي اللي كانت بتحكم طيب. بقية المدة فالنهاردة مبارك ما خرجش من المشهد كويس. وممكن حد تاني يقول ما خرجش من المشهد إلى الآن نظام مبارك ودولة مبارك يعني إذا كنا بنحمل شباب الثورة جزء من المسؤولية الحقيقة هم من ولا كانت خبراتهم السياسية ولا حتى سنهم يسمح بأن يكون عندهم خطة جاهزة لكن أين جماعة الإخوان المسلمين بثمانين سنة خبرة ووجود وبتقع في نفس اللي وقعت فيه في أزمة 54 زي ما ألمح الدكتور أيمن نور الثورة منذ اليوم الأول وضعت مبادئ قالت عيش حرية عدالة اجتماعية ده يعتبر ميثاق للثورة لما نتكلم جواه ممكن نتكلم عن حاجات كتير جدا الشباب الثورة ما كانوش هم الشباب المتفرق اللي ممكن يضحك عليه في أي وقت الشباب الثورة صنعوا رموز جوه ميدان التحرير والمدينة الأخرى كان من الواجب قبل ما يقعدوا مع عمر سليمان يقعدوا مع بعضهم لكن الإخوان يجري عليها نفس ما جرى على الكتل عمر سليمان هنيجي له لا يا فندم في يعني بعد انت بس لا احنا اختلفنا في الصوره ما عادش عمر لا يا فندم في شباب اذكرهم لك بالاسم اذكرهم بالاسم لا في محمد ما كانوش في الائتلاف كمل فكرته وترد عليه بعد كده في شباب قعدوا مع عمر سليمان بس احنا بنجتزئ من التاريخ ما نريد اجتزائه يعني بنجتزئ الكتل اللي كانت موجوده اثناء الثوره فنقول الاخوان وباقي الثوره كويس نجتزئ اللحظات فنقول لقاء عمر سليمان وبعد كده لقاءات اخرى انا مش عايز اقف عند كل حدث على حده لكن احنا كان 18 يوم صنعت ميثاق للثوره هل الاخوان اخطأ لا قبل دي هل الاخوان كانوا محضرين شيء لهذه الثوره كلنا فوجئنا بالثوره كلنا كنا نازلين يوم 25 عشان الشرطه المصريه عشان الداخليه طيب. فلما سقطت اعتبرنا ده انجاز من انجازات الثوره يوم 28 لكن قبلها هل الاخوان محضرين الاخوان محضرين ميثاق محضرين فكره سياسيه لكن هل تفرض الإخوان على باقي الفصائل اللي نزلت في الثورة فكرتها؟ هل تستأثر بفكرتها في هذه الثورة؟ سعود إليك مرة أخرى لكن دكتور أيمن نور لعلك استمعت إلى هذه المسجلات محمود إبراهيم بيقول لك أنتوا
مشيتوا مبارك وهو مش مع دوت يعني، عملتوا ايه بعد كده؟ هذه نقطة. النقطة الأهم إن البعض بيقول إن الأمر كله كان ملفق، المجلس العسكري أطاح بمبارك لمسألة التوريث، توريث جمال مبارك من ناحية وقطع الطريق على جمال مبارك، ومن ناحية أخرى أنه عاقب مبارك على أنه اختار عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية وليس حسين طنطاوي. تفضل. يعني دعني أختلف مع محمود أو الأستاذ محمود من حيث المبدأ من فكرة الثورة. ومين اللي جاب الثورة؟ اللي جاب الثورة هو إغلاق مبارك لكل منافذ التغيير وألياته المرنة والديمقراطية خلال سنوات حكمه الثلاثين، وشهوته إن هو عايز يصدر ابنه لثلاثين سنة جديدة من حياة هذه الأمة. ده اللي خلى فيه ثورة. الحقيقة الثورة لم تكن هي الخيار الأول بالمناسبة، وما أنا شخصيا خط انتخابات ضد مبارك في 2005 كنت أتمنى أن يتم التغيير بالأليات الطبيعية للتغيير، لكن عندما أغلق كل الأبواب، عندما سد كل المنافس، كان لابد أن يحدث ثورة. هذه الثورة كما أشار الزملاء في الاستوديو ما لم تحكم للحظة. الكلام حتى عن حكم الدكتور محمد مرسي أو العام الذي أداره الدكتور محمد مرسي، اسمح لي أقول وبصراحة هذا الرجل دخل مؤسسة الاتحادية اللي محمود مسمي جمعيته باسمها، دخلها غريبا وخرج غريبا، دخلها يتيما وخرج يتيما، لم يكن معه لا سلطة ولا قضاء ولا جيش ولا شرطة ولا حتى القوى السياسية اللي كانت مستعدة للتعاون معاه في أول ست شهور الأخيرة من حكمه أدارت ظهرها بالكامل لي، وبالتالي هو لم يتمكن من آليات الحكم. هل هذا خطأه؟ خطأه، يتحمل جزء من الخطأ، لكن ده جزء من الواقع. ما نيجي نقيم مين اللي حكم ومين اللي تحمل المسؤولية. مبارك رحل فعلا زي ما بيقول محمود يوم 11/2، لكن لم يأخذ معه من عالمه شيء على الإطلاق. كما أشار الزملاء كل أدوات مبارك، كل أشخاص مبارك، كل رموز، كل منطق، كل عناد، كل فساد مبارك ظل حاكما للمشهد. إدارة المؤسسة أو ما يسمى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرحلة الانتقالية فجرت فرص النجاح من أول يوم. مين قال إن احنا ما قلناش رأينا؟ مين قال إن احنا ما قلناش الدستور أولا مثلا فيعملوا العكس الانتخابات اولا؟ مين قال ان كل حاجة قلناها يمينا قالوا يسارا او العكس؟ ازاي نبقى مسؤولين عن هذه المرحلة اللي الحقيقة هي اللي حكمت كل المراحل اللاحقة وهي اللي ادت الى ما وصلنا اليه الان؟ انا موافق الاستاذ محمود في حاجة واحدة، ان حال المواطن المصري الحقيقة بعد 6 سنين اصبح يدعو للشفقة، اصبح يدعو للأسى، اصبح يدعو للبكاء إذا كان لدينا ضمائر. لكن علينا كمان إن احنا نكون عندنا ضمير صاحي. نعم. ونقول من الذي أدى إلى هذه النتائج؟ من وجهة نظرك، بما أنك يعني أغلقت كلامك بتساؤل من، وهل كل المسألة ما هي إلا مجرد لعبة استطاع أن يدرها المجلس العسكري آنذاك لقطع خط التوريث، ولم تكن ثورة فقط، هو قطع دابر التوريث، هو عاقب مبارك على اختياره عمر سليمان وليس حسين طنطاوي نائبا لرئيس الجمهورية، هي يعني ما كانتش ثورة ولا أي شيء؟ شوف، لا أنا لا أميل إلى هذا التفسير، هذا اختزال شديد وخلط الأوراق. طبعا كان في جزء من الجيش غير راضي عن الأوضاع وتحديدا عن حالة التوريث وعن صعود نجم عمر سليمان، لكن بالقطع لم يكن هذا هو العنصر الحاسم فيما حدث يوم 25 يناير. ما حدش قال لولادنا وشبابنا يروحوا يموتوا عشان خاطر عمر سليمان او عشان خاطر طنطاوي. الناس دي خرجت وماتت ودفعت الدم عشان بلدها، عشان مصر. كون ان ده صادف هوى بالصدفة لدى او في وقت معين لدى الجيش، فانا اعتقد ان دي مسألة يعني مؤقتة. عايز اقول لك على واقعة
يوم اقتحام مباحث أمن الدولة في مدينة نصر قبض على أحد المذيعات في التلفزيون المصري، وذهبت لمقابلة حسين الرويني للإفراج عن هذه المذيعة. قابلت بالصدفة المشير طنطاوي، وإحنا بنسلم عليه على باب غرفة المنطقة المركزية، قال لي جملة لن أنساها، قال لي لن ننسى لكم ما فعلتوه مع مبارك. وحدد ثلاث أطراف من بينهم 6 أبريل والبرادعي، والثالث كان شخصي المتواضع. بمعنى أن من البداية من الأسابيع الأولى كان في طار وكان في موقف من هذه الثورة، وما يحدث الآن هو تنكيل بكل من شارك في هذه الثورة من رموزها وأيقوناتها ومن شبابها ومن رجالها ومن نسائها وحتى من شهدائها. في النهاية عايز أقول مين المسؤول؟ كلنا مسؤولين. أنا لا أبرئ أحد، احنا اخطأنا، لكن كان هناك من يدبر لخطيئة. شكرا. ولا يتساوى من اخطأ بمن دبر لخطيئة. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الدكتور ايمن نور زعيم حزب غد الثورة، كنت معي عبر الاقمار الاصطناعية من اسطنبول، شكرا جزيلا دكتور ايمن. مشاهدينا الكرام، صاحب البيان رقم 3 للمجلس العسكري بان ثورة يناير كان اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري انذاك، والذي اكتسب شهرة واسعة عندما أدى التحية العسكرية لشهداء ثورة يناير. فلنشاهد. فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم. محمود، هذا المشهد مشهد من أشهر مشاهد الثورة المصرية والتحية لشهداء يناير، إذن المجلس كان معترفا بهذه الثورة، أعطى لها التحية. لماذا كل ما نراه الآن من ممارسات من النظام الحالي الذي هو وليد المجلس العسكري، يعني هو محاربة ليناير ولثوارها ولحتى شهدائها؟ تفضل. يناير، احنا بنتكلم عن 25 يناير ثم بنتكلم عن دخول الاخوان، ممكن ده تفسيري ما يجيبش ناس، لكن هو في النهايه يعني المساله، وكان في كلام على الاخوان فصيل وطني وهذه الاشياء. فهناك من اختطف ثوره يناير، وحتى لما وصل للحكم هو وصل بخدعه انه بيمثل ثوره يناير، لكن في الحقيقه هو اختطف الثوره فادى الى انه غرق وغرق الثوره معاه. ده وصرت انها ثوره طبعا، يعني بقول ثوره تجاوزه، لكن يعني عشان برضو ايه ما نقعدش في نقاش هل هي احتجاجات واسعه 3 الجيش ولا هي ايه بالظبط. فاحنا بنتكلم عن مشهد، واسمح لي بقى اعلق تعليق سريع جدا. اتفضل. انا اتصور، وده مش تسجيل نقط ولا سياسه ولا اي حاجه، انا ادعو كل الاساتذه الكرام انهم يراجعوا ما يعلموه. يعني هو في خلط بين حاجات، يعني يقول لك 30 سنه مبارك، ماشي يا عم، وبعدين 60 سنه عسكر، وبعدين السلطه، وبعدين مصر كده. هو في خلط بين مبارك، بين دولة مبارك، بين الدولة المصرية، بين من يحكم الدولة المصرية في 60 سنة ووضعه في سياق واحد. لا عبد الناصر ولا السادات ولا حسني مبارك في سياق واحد، وساذج اللي يظن هذا، ولا طيب محمد مرسي حتى. يا محمود، هو دلوقتي عبد الفتاح السيسي ألم يأتي رئيسا للجمهورية بسبب ثورة يناير؟ لماذا يحاربها الآن؟ لماذا نظام السيسي يحارب يناير الآن من وجهة نظرك؟ طب لماذا لا يعدل الأمور تصبح أفضل كما حتى كانت يعني في بداية عهد مبارك؟ هو هنا أنا تفسيري، يعني الدرس بقى اللي أنا اتعلمته في الست سنين اللي فاتت دول، إنه في فرق بين إن إحنا نفرق بين من يملك السلطة ومن يستطيع أن يحكم. ففي حد ممكن يبقى في أمريكا بيقول عليه إمباور، وفي حد انجفر. احنا عندنا رئيس يملك السلطه، لكن انا يعني عندي تحفظات كتير جدا على طريقه حكم. نفس الامر على الاخوان. مبارك كان العكس، مبارك كان موزع السلطه اكثر، لكن كان بيعرف يحكم، يستطيع ان يجفرن. يعني عبد الفتاح السيسي ما بيحكمش حقيقه يا محمود؟ يا فندم هو يملك السلطه، ولكن انا بتكلم في الانجليزي اسمه جفرن. مين اللي بيحكم يعني؟ بس براحة عليها عشان انا على مين اللي بيحكم دلوقتي؟ اللي بيحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن سياساته فيها مشاكل. سياساته اللي هي زي عكس مبارك. يعني في مبارك كان عنده
سياسات كويسه جدا، لكن السلطه كانت موزعه ايام مبارك، كان في مجلس شعب. هو عبد الفتاح السيسي ليس استكمالا لحسني مبارك يا محمود خالص اطلاقا اطلاقا، يعني لا هذا ولا ذاك، هو استكمال للدوله المصريه، وده الخلط اللي انا بقول لحضرتك عليه. حضرتك مطلع بطن الدوله المصريه وبتحاسبها وتقول ده نظام مبارك. مبارك رحل، مبارك انتهى من 11 فبراير. حضرتك بتتعامل، وعشان كده لما حضرتك بتهاجم هذا النظام بهذه الطريقه بيتقال ان انت عدو الدوله المصريه، لانك لا ترى فرقا بين مبارك وبين الدوله المصريه. الدوله المصريه دي باقيه، لو عبد الفتاح السيسي ده لا قدر الله مات بكره في دوله مصريه موجوده، الاخوان مش هيرجعوا. وحتى لو المجلس العسكري مش بيحكم بالمناسبه، يعني حتى لو في رئيس تاني، لو افترضنا اي اسم تاني، في دوله مصريه ما تقدرش، وتغييرها ثبت بالدليل القاطع وخلاص. في تقصد يعني ان في دوله مصريه مستبده لن تسمح ان ياتي يعني احد حتى ولو كان بانتخابات وحتى ولو كان على هوا المصريين يعني؟ هل تقصد ذلك؟ في مشاكل من هنا للاسبوع الجاي انا وحضرتك عليها بالمناسبه، يعني مش هقول لحضرتك على ايه، لكن هدم الدوله المصريه مش في مصلحه حد، هي فيها مشاكل وهنصلحها، مفيش مشكله. مين يعني مين يهدم الدوله المصريه؟ مين بيهدم الدوله المصريه؟ ابقى معي، مين يبيعها؟ ابقى معي محمود سعود اليك، لكن دعونا مشاهدينا الكرام ندخل محور اخر في هذا النقاش، ونتحول الى زميلي عمر فياض، وهو سيعرض علينا جانبا من تعليقات مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي. ست سنوات على تسليم السلطة للمجلس العسكري، عمر تفضل. ست سنوات سألنا الجمهور لماذا لم يصل الثوار إلى مقاليد السلطة في مصر أو إدارة الدولة بالشكل الثوري، نعم، لماذا لم يصلوا إلى هذا حتى الآن إلى هذه النقطة؟ وردت العديد من المشاركات إجابة على هذا السؤال. أبدأ مع فيسبوك، وأول المشاركين منير يقول: لأن الثورة لم يخطط لها كما ينبغي، ولأن الفلول جعلوا من مبارك كبش فداء مقابل بقائهم هم في أماكنهم في مفاصل الدولة، كما يوضح منير في تعليقه. أما ممدوح فيقول: عشان رجال طنطاوي هم من سيطروا على الوضع، ولهذا استمر الوضع كما هو، كما يقول ممدوح. نذهب إلى تامر الذي يقول: لأنهم فشلوا في كثير من الأمور التي يجب اتخاذها فور تنحي مبارك، يقصد هنا الثوار، ربما فشلوا في بعض المعطيات كما يرى تامر. نذهب إلى إجابة لسامر يقول فيها: مصر ليست مبارك فقط، بل هو ضعف أو هو شخص في هذه المافيا كما يصف مبارك، هو فقط جزء من أجزاء مافيا كاملة كما يصفها سامر. نذهب إلى الرأي التالي لعز يقول: لأن العسكر لعبها صح، استطاع أن يدير هذه اللعبة كما يصفها بشكل صحيح. أما عبد الحميد فيقول: لأن مفهوم الثورة غائب حتى الآن ربما لدى البعض كما يقول. وأنس يقول: ما زال ما يسمى الثوار وسيلة تغيير لحظية لا تتجاوز ما بعد الإسقاط، هذا ما يراه أنس. نذهب إلى إجابة لمنير، إذن هو أول المشاركات. الآن ننتقل إلى تويتر وما عليه من بعض أيضا المشاركات أو التدوينات في ذات الإطار. هذا المشارك يقول: خليل، رغم كل مساء مبارك لا يمكن أن يقارن مبارك أو بجرائمه مع جرائم النظام الانقلابي الحالي، يرى أن مبارك كان بنظامه نظام والحالي نظام آخر له مستوى من الجرائم مختلف كما يصف. محمد يقول: الثوار لم يكن لهم أي رؤية فيما بعد الثورة ولم تأخذ المسار الصحيح، الثورة اتعملت علشان التطهير وليس فقط التغيير كما يقول محمد. يعني هذا جانب من بعض التغريدات ومن بعض الآراء التي وردت على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر. أنتقل بهذه التعليقات وهذه الآراء إليك أحمد. نعم، أشكرك شكرا جزيلا عمر. مشاهدينا الكرام، صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع السيسي مع شباب من رموز ثورة يناير. قال عنها المتحدث العسكري في بيان على صفحته في ديسمبر 2012 أنه تم التقاطها في شهر فبراير 2011، جاءت في إطار سلسلة اجتماعات نظمها أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مختلف القوى السياسية والحركات الوطنية والشبابية في مصر خلال تلك الفترة. كان اللواء عبد الفتاح السيسي وقتها مديرا للمخابرات الحربية، ومعه اللواء أركان حرب محمود حجازي، والذي كان يشغل منصب رئيس هيئة التنظيم والإدارة في تلك الفترة. صورة شهيرة محمد، أنت جزء من هذه الصورة، كنت واقفا بجوار السيسي. سنعرض الصورة مرارا وتكرارا.
لكن أنت قلت أن الإخوان هم الذين ذهبوا إلى عمر سليمان، وأنتم ذهبتم لعبد الفتاح طيب السيسي يعني وجلستم معه. أعدل بس حاجة في الخبر، هو ده كان اجتماع يوم 13 فبراير 2011 كويس. دي نقطة، ده بعد تنحي مبارك بيومين تمام مش كويس. دي نقطة ده 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 أكثر خطورة بالمناسبة. ثواني بس هكمل كلامي. النقطة الثانية التعليق بتاع المتحدث الرسمي كان في ديسمبر 2013 صحيح، واحنا قلنا كده في 13 مش 12. طيب اشكرك على التوضيح عشان بس لان احنا اللي مطلعين الصوره دي بالمناسبه. جميل تفضل يعني تعقيبك عليه. انا كمحمد عباس انا اللي طلعت الصوره تعقيبك دي بشكل شخصي. تعقيب عليها، هي الصوره كانت يوم 13 فبراير. احنا كنا طلعنا شعار واضح وصريح في الميدان، لا تفاوض قبل الرحيل، على نقطه عمر سليمان تحديدا بس عشان اربط كله ببعضه. عمر سليمان يوم الاجتماع بتاع عمر سليمان جالنا كائتلاف شباب الثوره من اكتر من اربع مصادر مختلفه، طلبوا مننا ان احنا نحضر اجتماع عمر سليمان في ائتلاف شباب الثوره. جالنا عن طريق الاخوان، عن طريق محمد مرسي، جالنا عن طريق المجموعه الاشتراكيين، عن طريق اعتقد اسمه ايه بتاع المصريين مصر الديمقراطي ابو الغار، جي عن طريق حمله الدعم البرادعي، جي عن طريق ابريل 6 لا مش 6 ابريل طيب. عن طريق مهم ضياء رشوه. مهم قلنا اتصلوا بينا بشكل مباشر قالوا لنا احنا عايزينكم تحضروا الاجتماع، فاحنا رفضنا. قعدنا عملنا اجتماع، وده كان في بيت زياد العليمي تحديدا، في بيت والد زياد العليمي في العجوزه، شقه العجوزه اللي كان بيتكلم عليها الدكتور جونيم. وقلنا لا مش هنروح الاجتماع دوت واحنا رافضينه. وطلعنا شعار ساعتها في اللحظه دي، كان الشعار اللي احنا طلعناه كائتلاف ونشرناه في الميدان، لا تفاوض قبل الرحيل. طب ورحتوا مش هنتناقش قبل الرحيل؟ ايوه بالظبط، احنا ما رحناش بعد رحيل مبارك. ايوه ما هو بعد رحيل مبارك كان قعدنا وتناقشنا، قلنا احنا كان شعارنا لا تفاوض قبل الرحيل كويس. لازم نروح نقعد نسمع من السلطه اللي موجوده دلوقتي بعد لما مبارك مشي، لازم نقعد ونتكلم. ورحنا وقعدنا في الاجتماع دوت، كان يوم 13. انا كنت ساعتها من شباب الاخوان، كان عفتح السيسي ما يعرفش. قعدنا وكلمنا. انت كنت ممثلا عن الاخوان، عن شباب الاخوان؟ لا شباب الاخوان يعني هو كان اتصلوا قالوا يعني عايزين نقعد مع مجموعه من الشباب اللي موجوده طيب. بالائتلاف صورا بس عشان النقطه دي مهمه. ففلان وفلان وفلان رحنا في الاجتماع قعدنا وكده. انا اقصد محمد لان الفقره ماشي بس فعلا انتهت. الجميع وقع في فخ المجلس العسكري. سيسي قال كلمه عظيمه دي لازم نقولها بس معلش انا بعيدها كتير. السيسي قال يا جماعه خلوا بالكم الاخوان عشان ما يسرقوش الثوره منكم كويس. انا بشكل شخصي ما كنتش اعرف ساعتها ان احنا اخوان، عرفته بالناس وعرفته من الاخوان ساعتها. بشكل شخصي رحت مكتب الارشاد والدكتور محمود ابو زيد وكان عصام العريان موجود ساعتها، قدمت محضر رسمي وقلت لهم خلوا بالكم الفلان بيقول الاخوان هيسرقوا منكم الثوره، وفي الاخر جابوه زي الفل. طيب بس جميل. سريعا لو لك رد على ما ذكره محمد. ما كنتش حابب ان الحوار ياخد منحى المعاتبه بين الثوار، لكن محمد مصر على انه يركز على بعض النقاط. انا عايز اقول بشكل صريح، اللي يقعد تاني يوم تنحي او ثالث يوم التنحي وفق الاليه اللي قالها عمر سليمان على قرر وتخلى وكلف وإدارة للمجلس العسكري، يبقى هو موافق على هذه الإدارة. ما يدعيش لنفسه موقف سابق اسمه ما قعدتش مع عمر سليمان، اسمه قعدت مع المجلس العسكري اللي بيحكم بعد ما تنحى عمر سليمان أصلا. فاللي أعرب في فرق عن... بيه لا لا معلش في فرق وقت ثورات. لا 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 معلش أنا آسف يعني مش زي طول لا لا أنا آسف أنت بتقول كلام واضح. لا لا كلام واضح، كلام واضح. إحنا قلنا في وقت الثورة ما قعدناش مع عمر سليمان. أنا كلامي واضح، أنا آسف بعد معلش إحنا كنا نحدد بس الكلام ونوضحه. لو سمحت أنا هدي لك فرصة يا محمد. كنا نود إن إحنا نتكلم النهاردة عن الثورة وليس عن تفاصيل تكتر الآن. الإخوان ركبوا الثورة، الإخوان ما شاركوش في الثورة، أمرين بيوروا من نفس الشخص ممكن. أنا عايز أروح لنقطة بعيدة بعد كده. الناس اللي قدرت تشترط على الرئيس مرسي اللي جاي بإرادة شعبية، اللي جاي بعدد من الملايين أصوات، قدرت تشترط عليه في فيرمونت، هي اللي قبلت بدون أي اشتراطات المجلس العسكري. فالنهاردة مش عايزين نستدعي التاريخ في نقاط مظلمة على الجميع ونحملها لطرف من الأطراف. الطرف الغائب الآن، الطرف الحاضر الآن، إحنا الحاضرين. الطرف الغائب لما يتقال أنا رحت المكتب الإرشاد وقلت له كذا وكذا وكذا، وإنت اللي مكمل بعد هذه
سلسله الخطوات اللي انت بتنكرها مكمل في نفس الطريق. انا مش عايز اركز طيب. على دي كتير، بس عايز اقول نقطه احنا غفلناها في السياق. الجيش والاستدعاء، انت حضرتك جبت اللواء اسماعيل الفنجري، الجيش والاستدعاء والصوره ما كانش الصوره العشوائيه زي ما فعاليات الثوره ممكن نحكيها في سياق تاريخي، لكنه كان مفتعل ومقصود. يوم 7 فبراير لما الرئيس الامريكي يتصل بحسني مبارك ويقول له عايزين نعمل اصلاحات في السلطه، فيجي بعديها التعديلات الدستوريه ويجي بعديها طرح بعض المواد. انا بس عايز اقول نقطه، لكن يوم 10 فبراير لما يطلع رئيس المخابرات المركزيه الامريكيه يقول تنحي وشيك لحسني مبارك واحتماليه تولي الجيش للسلطه، فده سياق متحضر. سيبنا بقى هو تنفذ ازاي على الارض، لكنه سياق الجميع وقع في هذا. نعم نعم، لا ينكر احد ذلك السياق وتفاعل معه، لا ينكر احد ذلك. واحنا عطلنا بعض بسرعه. شكرا جزيلا. محمد عباس، عضو ائتلاف شباب الثوره سابقا، عباس قباري عضو بجماعه الاخوان المسلمين حاليا، ومحمود ابراهيم مع ضيفي عبر الهاتف من القاهره، نائب مدير مركز الاتحاديه للدراسات. اشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم بعد الفاصل، نواصل النافذه وفيها جهاز الإحصاء بمصر يعلن وصول معدل التضخم الاقتصادي إلى نحو 30% لأول مرة منذ 30 عاما بسبب غلاء أسعار السلع والخدمات. ابقوا معنا.